على هاشتاج انا صاحب الكوره، برايك مين هو رجل مباراه الارسنال وتوتنهام؟ ريمونتادا الجانرز تعطي الامل للفريق وعلامات استفهام دفاعيه. بدا الارسنال بلينو قدامه 4-3-3، سكراتيس ولويز البين دفاع، على يمينهم نايلز، على شمالهم كولاسيناك، توريرا، شاكا، دندوزي على الدايرة، قدامهم على اليمين بيبي، على الشمال أوباميانج، خلف مهاجم وحيد لاكازيت. قبله توتنهام بهوجو لوريس وقدامه 4-2-3-1، فيرتونغن وألدرفيرد القلبين دفاع، على يمينهم سانشيز، على شمالهم روز، قدامهم وينكس وسيسوكو على الدايرة، قدامهم على اليمين لاميلا، على الشمال سون. إريكسن في عمق الملعب خلف مهاجم وحيد هاري كين. بداية الجانرز بضغط عالي، لاحظوا كثافة وانتشار اللعيبة في الضغط. بيبي وأوباميانج بيضغطوا بين قلبين الدفاع والباكين، لاكازيت مراقب لاعب التحضير، جندوزي هناك مع الظهير، وثنائي الوسط في التغطية. قبله توتنهام بتراجع للزون ديفنس، سرعة وقوة كبيرة في الضغط. هنا هنتكلم على الشقين، أولهم تنظيم لسبيرز 4-4-1-1 دفاعيا. لاحظوا المسافات قريبة ازاي بين الدفاع ووسط الملعب، مقربين من بعض قوي عشان يضيقوا المساحات ويصدروا توتر للمنافس. الشق التاني بقى، وهو اختيارات إمري لوسط الملعب، تشابه الأدوار وإن كلهم بمواصفات دفاعية هي اللي وصلت الأرسنال للمنظر ده في الشوط الأول. هنا لاكازيت هو اللي بيسقط لوسط الملعب عشان يطور الهجمة، رغم إنه الاسترايكر بتاعك، فبص عمق الملعب عامل إزاي. بتكملة الكلام عن تنظيم السبيرز دفاعيا، لاحظوا هنا الجبهات الدفاعية، ثلاثة رايحين على لاكازيت وقفلوا المساحة على مايتلون نايلز، فبالتالي هتخسر الكرة لا محالة. وادي هو عدم وجود دور هجومي لوسط الأرسنال، بصوا خلى الفريق عامل ازاي. سيبكوا بقى من كل ده، انا كل اللي يهمني في الماتش هو الحالات الدفاعية لأرسنال. لاحظوا هنا هاري كين خرج على الطرف ازاي عشان يسحب المدافع، لاحظوا بقى هنا المساحة بين السنتر باك الأول والسنتر باك الثاني. عايزك تتخيل معايا كده لو كان هاري كين عدى في الكرة دي كرة الجول، ينفع كل المهاجمين بتوع توتنهام يسبقوا كل مدافعين أرسنال كده. فين الضغط هنا؟ إريكسن وقف على الكرة وفكر وكرر ونفذ ومحدش فكر يضغط عليه. لاحظوا هنا كام لاعب من أرسنال على إيريك لاميلا، ومع ذلك عمل الون لكين، وإريكسن هنا في العمق لوحده خالص، وكين اتحرك عشان ياخد الباس في ظهر المدافع. كل ده ودفع أرسنال مبسوط ومستمتع جدا باللعب. بسم الله ما شاء الله تتشوت. مباراة رائعة من الفرقتين، لعب فيها توتنهام على التفاصيل، لكن التراجع البدني واختيار الدفاع ولا شيء غير الدفاع أثر كتير على النتيجة. وأرسنال برغم هجومه الناري إلا إنه هيبعد كتير عن المنافسة بسبب سوء دفاعه، وده اللي محتاج شغل كتير جدا من إمري لو أراد المنافسة على الألقاب.